الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فمن أكبر النعم التي ينعم بها الإنسان هي نعمة الأمان. والذي ينظر في القرآن الكريم يجد أن الله سبحانه وتعالى امتن على البشرية أنه جعل لهم هذه النعمة العظيمة. لذلك لما دعا خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى البلد الحرام قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، وكذلك امتن الله سبحانه وتعالى على أهل مكة فجاء في سورة قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهي نعمة عظيمة أن يأمن الإنسان في وطنه وأن يأمن الإنسان في حياته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. هذا يبين لنا أن الإنسان إذا كان في نعمة الأمان ونعمة الاستقرار ونعمة الاطمئنان فهو في نعمة من الله سبحانه وتعالى. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم أن نحفظ على أنفسنا هذه النعمة، وألا نسعى إلى تخويف غيرنا، وأن نسعى إلى تأمين غيرنا، وأن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم المتتالية، أن جعلنا في نعم متتالية، منها نعمة الأمن والأمان التي ننعم بها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.